جناح شمال. طب ما تلعب 4 4 2 يا معلم. يعني انت بتلعب 4 4 2، انت لو لعبت 4 4 2 حد يخرجك من المله. يعني انت لو لعبت 4 4 2 حد يخرجك من المله. بس هي رايه هم والله. طب على الاقل الناحيه الثانيه، يعني الناحيه الثانيه كابتن حماد الضو كان بيحاول، يعني كابتن حماد الضو كان بيحاول يعدل الملعب ويخلي فيه فكره هجوميه، لان فريق الملعب التونسي كان بيدافع كويس بس ما كانش بيهاجم. فالراجل كان بيحاول، يعني هو كان بيحاول يخلي فيه فكره هجوميه، انما انت الناحيه الثانيه مفيش خالص. انت حاولت اخر ربع ساعه اللي هو